لم يكن صمت باريس عن استعمال الإمارات منشأة بلحاف كقاعدة عسكرية أمراً عادية، فذلك يكشف عمق الشراكة غير المعلنة بين البلدين، لا سيما في مجالي التسليح والطاقة. منشأة بلحاف الغازية التي تملك توتال الفرنسية 40% من أسهمها ظلت لسنوات مركزاً لقوات أبوظبي وسجناً سرياً مارست فيه مختلف الجرائم بحق يمنيين أدلوا بشهادات موثقة ورفعوا دعوى قضائية ضد محمد بن زايد في المحاكم الفرنسية أواخر عام 2018. لكن وبعد سنوات من تقديم القضية وثبوت جرائم التعذيب، قرر القضاء الفرنسي إسقاط الدعوى تحت مبرر خلوها من أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبولها، مؤكدا ما أوردته تقارير سابقة تحدثت عن حصانة يتمتع بها المسؤول الإماراتي. وتواجه فرنسا اتهامات بغض الطرف عن انتهاكات الإمارات في بلحاف مراعاة للمصالح الاقتصادية المشتركة، رغم أن منظمات حقوقية ونوابا فرنسيين طالبوا بمعاقبة توتال استنادا إلى قوانين تعاقب الشركات المساهمة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان خارج فرنسا. إسقاط القضية المرفوعة ضد بن زايد جاء بعد اتفاقيات استراتيجية عقدها البلدان في مجال الطاقة، قدمت خلالها أبوظبي ضمانات بشأن كميات إمداد المحروقات إلى باريس عقب الحرب الأوكرانية، يضاف إليه تعاون طويل الأمد في مجال تجارة الأسلحة. ولا تزال جرائم الإمارات وميليشياتها في اليمن ماثلة للعيان، متمثلة في عشرات الاغتيالات بحق معارضين لمشروعها وعدوانها المستمر على الدولة اليمنية وقواتها الشرعية في جبهات عدة. إذن دور فرنسي مشبوه في اليمن يكشفه تورط باريس في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان واستنزاف الموارد اليمنية، مستندة إلى تاريخها الملطخ بالدماء واستنزاف مقدرات البلدان، ممارسات تكشف زيف الادعاءات الغربية واختلال ميزان العدالة الدولية تجاه قضايا الشعوب المقهورة في بقاع عدة من العالم.